الموضوع بيد البرلمان، ليش رحتوا للمحكمة الاتحادية؟ لماذا رئيس البرلمان لا يدعو إلى عقد جلسة؟ أنت عندك الآن الصدريين 73 مقعد، انسحبوا طبقوا بأكثر من 200، قادرين على حل البرلمان، لماذا لا تعقد جلسة الآن وتدعو هذه الجلسة إلى حل البرلمان ويجري التصويت وينتهي الموضوع بدون اللجوء للمحكمة الاتحادية؟ نعم. بالتالي الانقسام ما بين الكتل السياسية، التيار الصدري وحلفاء التيار الصدري بالتحديد يريد الذهاب فورا إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. الإطار التنسيقي يريد اختيار رئيس للجمهورية واختيار حكومة ومن ثم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. فقدان الثقة ما بين الكتل السياسية الكبير والعميق يجعل أن الإطار التيار الصدري لا يثق بأنه ممكن سوف يذهب باتجاه حل البرلمان. هنا أساس المشكلة ما بين التيار والإطار. لذلك التيار يدفع بأن يحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة والإبقاء على حكومة السيد الكاظمي ما أعطاه بعض الصلاحيات المفروضة لغرض إقرار الموازنة. هذه الإشكاليات اليوم حقيقة المحكمة الاتحادية يعني في تفسيرها الفقرة الثانية والثالثة يعني قد أعطت تفسيرا واضحا أن البرلمان قد خرق المدد الدستورية وهو اليوم يجب يعني أن يقع الجزاء عليه. بالتالي في الفقرة الرابعة قالت أنها ليس من صلاحيتها وأنها تعود للمادة 64. يعني حقيقة هذه النهايات التي هي غير مفهومة دائما ما تجعلنا نقع في أساس المشكلة. اليوم هنالك انشقاق حقيقة ما بين رأيين، قسم يقول أن المحكمة كانت من جهة التيار وقسم يقول أن المحكمة مع جهة الإطار، ونحن نعرف أن المحكمة الاتحادية هو آخر حصن من الحصون الدستور العراقي الضامن طيب. للمواطن العراقي. بالتالي لا نريد أن نذهب بعيدا عن تفسيرات المحكمة الاتحادية لأنها هي في نهاية المطاف قراراتها باتة وملزمة طيب.